أم تتصدى للصين حاول سرقة سيارتها لحماية أطفالها. فيديو لكاميرا مراقبة أمنية تلتقط فيديو مثير للأعصاب ليلة يوم الأحد، مشتبهين بهما بسرقة السيارات هما خوان كارلوس كونزاليس ونيكولا روسادو. حاولا أولا اختطاف السيارة التي كانت مركونة على جانب محطة الوقود، ولكن حبست نفسها بداخل السيارة فاتجه نحو السيارة الحمراء حيث اقتحم أحدهما مقعد السائق بينما دخل الآخر من جانب الراكب. لكن الأم استبصرت بالتصدي لهما نازعة القناع عن وجه أحدهما، ومن ثم فرّا هربين كالأرانب من المكان. من ثم حاول سرقة سيارة أريبيكا ألترا على مخرج الطريق السريع حتى انتبه لهما عناصر الشرطة بعد أن تحطمت سيارتهما بأحد السياج. لقد تم تغريمهما بمبلغ وقدره 25,000 دولار.